حكم لمحكمة جنح مستأنف العجوزة بحبس الزميلة سلمى صباحي، نجلة حمدين صباحي مؤسسة التيار الشعبي، غيابيا حبسها غيابيا 3 سنين وغرامة 1000 جنيه في قضية التسويق الشبكي. كانت سلمى اتهمت في هذه القضية وكان في تحيات وقعدت 4 أيام في يعني الحبس أو في التحيات، ثم أفرج عنها بعد ذلك. وتخيلنا أن لسه القضية لم تأتي، فوجئنا بهذا الحكم وعايزين نفهم تفاصيله من محامي سلمى الأستاذ حامد جبر. مساء الخير. مساء الخير. يعني احنا فوجئنا بهذه القضية، هل القضية بالفعل هل دي قضية تانية ولا احنا انا مش فاهمة الحقيقة ايه تفاصيل هذا الحكم؟ اتفضل. الحقيقة هو بس اصحح حاجة، الحكم مش طالع من محكمة جنح مستأنفة، انما حكم طالع غيابي من محكمة الجنح. ده تصحيح للخبر نفسه. نعم. ترتب على عدم اعلان سلمى صباحي ان القضيه نظرت دون اعلان، والقاضي اعمل فيها سلطته فاصدر حكم دون ان يمكن المتهم من ابداء دفاعها. طب ازاي يا استاذ حامد؟ يعني هل ابلغت وما راحتش ولا انتم ما رحتوش ولا ايه اللي حصل؟ لا، احنا فوجئنا بالخبر وهيئه الدفاع كما فوجئ المجتمع بهذا الخبر، ده فيه قصور مش من هيئه الدفاع، انما قصور من قانون مرافعات بيحكم طريقه الاعلام، ودي من حزبه الحاجات اللي لازم يبقى المشرع الفتره الجايه ينتبه ليها، لانه في ناس كثيره جدا بتضيع حقوقهم بسبب عدم الاعلان الصحيح على المحل المختار ما بيعلموش على الموطن السكني بتاعهم. نعم يعني ولذلك احنا بكره ان شاء الله هنروح هنطلع على كل اوراق الحكم وسوف نتقدم بالطعن. هذا الحكم غير قابل للتنفيذ لانه حكم صدر غيابيا، وسوف نمكن ان شاء الله غدا من الطعن عليه، وهنطلع على كل اوراق حتى نتبين اذا ما كان فهم الاعلان قد تم وما هي طريقه الاعلان التي تم علم اليقيني بالمتهمه بهذا الامر او بتحديد جلسه نظر الجرحى. طيب عايز اقول لحضرتك انه اللبس حادث بانه النيابه العامه كانت قد احالت الاوراق كلها الى نيابه الشؤون التجاريه والماليه لبيان اذا كان هناك جنايه تلقي اموال من عدمه. نيابه الاموال والشؤون التجاريه اعادت القضيه مره اخرى واستبعدت شبهه الجنايه ليقنها من التحريات التي قامت بها المباحث العامه على مستوى الجمهوريه ببراءه ذمه سلمى صباحي من التهمه او من الشكاوى التي تقدم بها الكثير، ظن منهم بان هذا الاسم سوف يتيح لهم الحصول على اكثر من الخسائر التي بارادتهم ذهبوا الى شبكات التسويق الالكتروني دون ان يكون داخل سلمى صباحي لهذا الامر على الاطلاق. يعني انت بتطمئننا بس كان سلمى في بيتها؟ لا، انا قبل ما اكلمك بشكل ان دي بنتي انا اكلمك كمحامي، ايضا اكلمك كمحامي ان كل الذين ذهبوا الى الاتجار عن طريق الشبكات الالكترونيه ذهبوا طوع ارادتهم دون ان يجبرهم احد على هذا الامر على الاطلاق، وهناك في متهمين رئيسيين اللي هي النيابه العامه وجهت لهم تهمه تكوين شبكه اللي هي كان المجني عليهم فيها سلمى صباحي موجودين الان في جنح مدينه نصر ومنذ شهرين، وقرار اتهام بيقول ان دول كونوا شركه ليست من بينهم سلمى صباحي على الاطلاق. فهي دي المفارقه اللي هي يعني وقعتنا في خطأ إجرائي اللي هو عدم إعلان سلمى صباحي بميعاد الجلسة بشكل. طيب وبكرة حضرتك هتعمل معارضة؟ مظبوط. إن شاء الله. شكرا أستاذ حامد جبر محامي سلمى صباحي. سلمى صديق يعني الحقيقة يعني فتاة جميلة، ومش عشان هي بنت حمدين، الحقيقة هي مهذبة، أم فاضلة لأسرة صغيرة، نتمنى لها السلامة. قضية التسويق الشبكي دي قضية يعني تعثر فيها كثيرون، نتمنى لها يعني أن تكون بريئة من كل هذه التهم.